أخبار اليوم. والله يعني احنا بنستقبل قدامي اجتماع لمجلس المصري الروسي او الروسي المصري عشان نستكمل الحوارات اللي كانت مبنية في الاجتماع الاول في شهر ابريل من العام القادم. أعتقد أن في ملفات كثيرة مفتوحة. إحنا بنستقبل النهاردة وفد كبير الحقيقة بيزيد عن 100 ممثلين لمئة شركة روسية في شتى المجالات، بيرأسهم وزير الصناعة والتجارة الروسي. أعتقد أن إن شاء الله يعني يمكن بكرة نلاقي إن شاء الله بعد إتمام التفاوض إن إحنا محددين المنطقة الصناعية اللي في روسيا هتبقى في أنه منطقة، محددين إحنا معنا شريك. يمكن لو سمحت الوزير إن في صندوق إماراتي روسي مصري بيتعمل لتمويل هذه المشروعات. المهم في النهاية ان احنا نستفيد من المميزات النسبية التي احنا نملكها شوية او مصر. اهم الصادرات مصدرها السوق الروسي كمصر ايه؟ والله احنا عندنا صادرات كبيرة الحقيقة في الفاكهة، البقر، البطاطس، البصل. عندنا صادرات في المنتجات الغذائية المصنعة، عندنا في الغزل والنسيج، عندنا في الأعشاب أيضا، عندنا مجال صادرات يعني متنوع. واحنا يهمنا في الوقت احنا نستغل البان وقت الصادرات التركية ونحاول إن شاء الله إنها نعمل إحلال لها بمنتجات مصرية في قطاعات المختلفة.